وجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. يا هلا والله ومرحبا. يا هلا والله بالطاش والرش والبيض المفقش على كل مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم، خاصة برنامج عصرية. برنامج عصريات اللي يأتيكم يوميا من السبت وحتى الأربعاء على مدار 3 ساعات، من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا. وزي ما تعودنا وكالعادة، هي الساعة الأولى الخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج الأمراض بالأعشاب. الساعة الثانية فقرة منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. الساعة الثالثة، وهي اليوم راح نطرح موضوع راح نتناقش فيه وناخذ أراءكم عن طريق الرسائل وعن طريق الاتصال. اللي حاب طبعا اليوم راح نخلي الحلقة خاصة عن الزيوت الطبيعية، فوائدها للشعر وأيضا فوائدها للجسم وطريقة استخدامها. يعني في زيوت كثيرة لها فوائد، بس ممكن بعض الناس ما يعرف إيش فوائدها. راح أقول لكم إيش فوائدها، سواء كانت للشعر أو كانت للجسم. على STC 84770 موبايلي 640 660، زين 74 6262. راح نتكلم في البداية عن زيت الزيتون. يعني زيت الزيتون له فوائد كثيرة بما يخص الشعر. مثلا الشعر، زيت الزيتون يعطي اللمعان للشعر، أيضا اللي يبي يطول شعره هو يعمل على زيادة الطول في الشعر، هذا بالنسبة للتطويل. بالنسبة للمعان برضو زيت الزيتون يعطيك لمعان في الشعر. بالنسبة للترطيب، اللي شعرهم خشن وزي كذا، بالنسبة للترطيب برضو زيت الزيتون يعطي ترطيب ونعومة ويغذي الشعر. هذا ما يتعلق بزيت الزيتون خاصة للشعر. إذن زيت الزيتون، إذا حبيت أنه الأشياء هذه تشوفها في شعرك، ممكنك تشتري زيت الزيتون الطبيعي، اللمعان، زيادة في الطول، الترطيب والنعومة والتغذية. نروح لثاني زيت، زيت الصبار. طبعا زيت الصبار يمنع التساقط ويطول الشعر ويغذيه. زيت الصبار يمنع التساقط ويطول الشعر ويغذيه. طبعا قلنا التساقط لها أسباب كثيرة، لكن إذا كان التساقط عندك يعني ما يكون مثلا وراثة، مثلا صلع وراثي، ما يكون مثلا بسبب فقر الدم، ما يكون مثلا بسبب انك انت مثلا مسوي حمية قوية فيكون نقص فيتامينات فيسقط الشعر عندك، ممكن يكون بسبب القشرة. لكن إذا قلنا أنه زيت الصبار يمنع التساقط، مثلا إذا كان بسبب القشرة يعني ضعف في الشعر، أوكي هذا يمنع، هذا يوقف التساقط، اللي هو زيت الصبار يمنع التساقط ويطول الشعر ويغذيه. راح نقول كيف تستخدم زيت الصبار. طبعا تدهن الشعر من المنبت، من فروة الرأس، تدهن الشعر من فروة الرأس وحتى أطرافه من زيت الصبار. طبعا على حسب طول وكثافة الشعر، يعني الكمية تختلف على حسب طول وكثافة الشعر. بعد كذا تدلك فروة الرأس والشعر، يعني تدلكها زين بحيث تسوي مساج على فروة الرأس والشعر، وتترك الزيت على الشعر من 4 إلى 6 ساعات. تترك الزيت على الشعر من 4 إلى 6 ساعات، أو أنك تشوف أو تشوفين امتصاص الشعر وفروة الرأس للزيت تماما. بعدين تغسلها وتغسلينها بنوع جيد من الشامبو والبلسم، وتكررينها لحين توقف تساقط الشعر. طبعا قلنا أن الزيوت، كثرة الزيوت على الشعر تسبب تساقط، يعني 2-3 مرات في الأسبوع هذا حد أقصى، من 2-3 مرات في الأسبوع حد أقصى، لأن كثرة الزيوت تتعب الشعر أيضا وتسبب تساقط في الشعر. نروح لزيت جوز الهند. طبعا زيت جوز الهند لازم تحرص عليه أن يكون طبيعي. يعني طبعا زيت جوز الهند يطول الشعر، يغذيه، ويصلح الشعر التالف، ويكثف الشعر. هذه مهام زيت جوز الهند بالنسبة للشعر، يطول الشعر ويغذيه
ويصلح الشعر التالف ويكثف الشعر. هذه بعض الزيوت اللي ذكرناها، وباقي في زيوت كثيرة إن شاء الله نقولها معكم خلال الساعة الأولى. قلنا ذكرنا زيت الزيتون وزيت الصبار وزيت جوز الهند على STC 84-7700 موبايل 640-660 زين 74-6262. طيب نروح نقرأ شوي من رسائلكم. مكيف طبعا تحية لزميلنا أحمد الحاسكي، فتحته كيف يدين بحرارة بأمانة. طيب يعطيك العافية رحوبة، شكرا. ابتسام خلطة للتسمين. طيب ابتسام، شوفي لازم أول شيء تعرفين إنك أنت ما تعاني من أي مرض يمنع عليك من التسمين. قلنا ممكن مريض السكر يكون يمنعك المرض هذا من إنك تسمنين، ممكن يكون مثلا فقر الدم يمنعك إنك أنت تسمنين، ممكن يكون اضطرابات بالغدد الصماء يمنعك إنك أنت تسمنين، ممكن يكون عندك وراثة نحافة وراثية، كل هذا تمنعك إنك أنت يزيد وزنك. لازم تسوين تحليل، تروحين المستشفى وشيء تسوين تحليل تشوفين عندك. إذا ما عندك أي شيء من ذولي بسهلة جدا انك تسمين، لكن اذا عندك شيء من الاشياء اللي ذكرتها احد الموانع اللي تمنعك من السمنة لازم تتخلصين منها، وبعدين تبدين بمرحلة انك تحاولين انك تسمنين. فلازم تسوين في البداية تحليل بحيث انك تشوفين وش عندك من الاشياء هذه، مثلا يكون فقر دم، ممكن يكون لا قدر الله سكر، ممكن يكون مثلا اضطرابات الغدد الصماء، ممكن يكون مثلا عندك وراثة، حد الأشياء ممكن يكون عندك برضو ديدان، يعني حد الأشياء هذه ممكن تمنعك. تأكدي إنه ما في شيء من الأشياء هذه وسهلة جدا. طيب ريماس من الرياض، بالنسبة للكلف طبعا قلنا إنه الليمون جميل، الليمون تقطعين نصين وتحطين مع شوي ملح على الليمون وتدعكين الأماكن اللي فيها كلف، بعد كذا تغسلين المكان اللي دعكت فيه الليمون وتدهنينه بزيت اللوز، تدهنينه بزيت اللوز الحلو أساس إنه ما يسبب جفاف، أساس إنه ما يسبب جفاف. تجيبين الليمون تقطعين نصين وترشين عليها شوي ملح وتدعكين في المكان اللي فيه الكلف، بعد كذا تغسلينه، بعد ما تغسلين تدهنينه بزيت اللوز الحلو، طبعا تكررين هذه يوميا. أسامة، طولك 63 وزنك 65، يعني يعتبر شوي مقبول يعني، بس انه حاول تنقص شوي، يعني تنقص 2 كيلو 3 كيلو يعني، بس يعني مع المشي. طبعا قلنا رقم واحد في الرياضة انك تنحف المشي، قلنا المشي انك تمشي مثلا مشي خفيف، مشي سريع، هرولة خفيفة، هذه تساعدك على حرق الدهون. المشي السريع يساعد على يحرق العضلات، المشي السريع يحرق العضلات. إذا أنت تبي تحرق الدهون اللي عندك، مشي خفيف، مشي سريع، هرولة خفيفة، مشي سريع، مشي عادي، وهرولة خفيفة، يعني تمشي 45 دقيقة إلى ساعة يوميا وراح تشوف النتيجة. طبعا مع خفف الأشياء اللي فيها الدهون، يعني حاول خاصة العشاء، يعني إذا أنت ما عندك كيلوات زيادة خاصة العشاء، خلي العشاء يكون خفيف، لا تنام بعد الغداء إلا بساعتين، ولا تنام بعد العشاء إلا بساعتين، وحاول العشاء يكون خفيف، مثلا الزبادي خالي الدسم، تحط معه مثلا ملعقة من الشمر، لأن الشمر معروف أنه يشد الجسم بالنسبة للأعشاب. ممكن يكون عندك سلطة، صحن سلطة ورقية مثلا زي الجرجير، الخس، البقدونس، السماق، الملفوف، يعني شيء يكون خفيف. يعني شوف بالنسبة للحمار يعني وزي كذا يا نوال، ممكن تجيبين الشاهي الأخضر أو الشاهي العادي المغلي حقه، تأخذين كمادات وتحطينها على المكان اللي تبينه يعني، وإن شاء الله مع التكرار يعني تستخدمينها كمادات، مغلي الشاهي الأحمر أو الشاهي الأخضر تستخدمينها ككمادات يا نوال، وإن شاء الله راح يروح الحمار بإذن الله سبحانه وتعالى.
خالد، بالنسبة لوصفة السحر هذه الخاصة من الشيخ، طبعا قلنا هذه وصفة من الشيخ مو مني ولا من شيء، الوصفة هذه من الشيخ. طيب إذا اللي عنده سحر، اللي عنده حسد، أو اللي مثلا مشكلة في العقم لدى النساء أو زي كذا، أو حتى ألم في الظهر، هذه وصفة من شيخ معروف، يعني مو مني ولا من أحد، يعني هذه وصفة من شيخ. طبعا عبارة عن 150 مليلتر من زيت الزيتون، عبارة عن نص كاس من الحلتيت الطازجة، وعبارة عن نص كاس من حبة، نص فنجان من الحلتيت الطازجة، ونصف فنجان من حبة البركة اللي هي الحبة السوداء. تخلطها كلها مع بعض، تحطها في علبة زجاجية، تخليها لمدة 4 أيام بدون ما تلمسها، بس اللهم تيجي كل فترة وفترة تخضها عساس انه تتماسك الخلطة مع بعض. بعد 4 أيام تبدأ تدهنها. كيف تدهنها؟ من بداية الصدر لين أسفل، يعني لين منطقة العانة، والظهر كله لين حد العصص، وتقريبا يعني اول اسبوع ثاني اسبوع يبدا يخرج من واحده دم زي كذا اذا حسد الحسد او العين. طبعا هذا يكرر ان هذه الوصفه من شيخ. نطلع فاصل وبعدها نرجع نواصل. وجهتنا السعوديه الف الف اف ام، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، رجعكم مرة ثانية مكملين الساعة الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية، وقلنا راح نخصص منها جزء للزيوت الطبيعية وأيضا فوائدها للجسم وفوائدها للشعر وطرق استخدامها. على STC 84-7700، موبايلي 640-660، زين 7-4-6-2-6-2. نرجع نكمل شوي عن الزيوت الطبيعية. طبعا راح نتكلم الآن عن زيت البابونج بالنسبة للشعر. كل الزيوت اللي تكلمنا عليها قبل شوي راح نتكلم عن الشعر، بعد شوي راح نتكلم عن زيوت وفوائدها للجسم. فشوف اي زيت يناسبك، تشوف انه يناسب شعرك. قلت راح اقول لكم انا زيوت فوائدها للشعر عموما، زيوت فوائدها للشعر عموما، يعني اعيد لنظم لنا الحين. مثلا زيت الزيتون قلنا يعطي اللمعان وزياده في الطول والترطيب ونعومه والتغذيه بالنسبه للشعر، هذا زيت الزيتون. زيت الصبار يمنع التساقط ويطول الشعر ويغذيه، وقلنا طريقه انك تدهنينه من المنبت وحتى الاطراف، يعني على حسب طول وكثافة الشعر. بعد كده الدلكين فروة الرأس زين، والشعر يعني تسوي مساج بأطراف أصابعك، وتتركين الزيت على الشعر من لمدة ما بين 4 إلى 6 ساعات، أو إنك تشوفين مثلا فروة الرأس والشعر امتص الزيت تماما. بعد كده تغسلين بنوع زي جيد من الشامبو والبلسم لين تستمرين عليه. طبعا قلنا إن الزيوت كثرها تسبب تساقط في الشعر، يعني ما تكثرين من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، هذا حد يعني أقصى 3 مرات في الأسبوع. زيت جوز الهند قلنا أنه يطول الشعر ويغذيه ويصلح الشعر التالف ويكثف الشعر، اللي شعرهم خفيف واللي شعرهم تالف من كثر الصبغات أو من كثر الاستشوار الحارة وزي كذا، زيت جوز الهند جدا رائع. زيت البابونج يطول الشعر في فترة قياسية، زيت البابونج اللي يبون شعرهم يطول بسرعة، زيت البابونج يطول الشعر بفترة قياسية وينعمه ويغذيه، وينعمه ويغذيه. طبعا زيت البابونج قلنا نفس الحكاية، تدهنونه مثلا من المنبت وحتى أطرافه، بعد كذا تدلكون فروة الرأس والشعر زين، تتركونه من 4 إلى 6 ساعات، أو زي ما قلنا قبل شوي انه لين امتصاص الشعر وفروة الرأس للزيت. بعد كذا تغسلوا بنوع زين من الشامبو والبلسم، تكررونها زي ما قلنا 3 مرات في الأسبوع. ممكن تستخدمون الطريقة هذه مثلا، تكررونها مثلا في البداية 3 مرات في الأسبوع الأول، بعد كذا 2 مرات في الأسبوع الثاني، بعد كذا 1 مرة كل أسبوع بانتظام. يعني أول أسبوع أول مرة تستخدمونه 3 مرات في الأسبوع، أسبوع اللي بعده 2، أسبوع اللي الثالث 1، وتبتلون تستمرون عليه 1 كل أسبوع. هذا راح يوقف لكم حتى زيت البابونج اللي عنده تساقط أيضا، اللي يستمر عليه مثلا مدة 2 شهر يوقف التساقط، وأيضا اللي عنده قشرة يخفي القشرة تماما اللي هو زيت البابونج. طريقة استخدامه قلنا 3 مرات، 2 مرة بانتظام، تستمر عليه مثلا مدة 2 شهر. نروح لزيت الثوم. زيت الثوم طبعا قلنا ينبت الشعر، زيت الثوم ينبت الشعر، يمنع تساقطه، يزيد كثافته،
ويغذي ويعالج التقصف ويمنع القشرة ويلمع ويطول. هذا زيت الثوم. طبعا هذه كلها أشياء علمية، هذه كلها أشياء علمية من مراجع علمية، بحيث إنه بس ما حد يفتي يعني ويقول هذه كلها أشياء علمية من مراجع علمية. ماني مجبور أقول لكم إيش المراجع، أهم شيء إنه هذه أشياء علمية من مراجع علمية. يعني زيت الثوم ينبت الشعر، يمنع تساقطه، يزيد كثافته، يغذي، يعالج التقصف، ويمنع القشرة، ويلمع ويطول. طبعا نفس الحكاية انه من المنبت لين الشعر كله، وبعد كذا تدلك فروة الراس زين وتخليه على الشعر مثلا من 4 إلى 6 ساعات او لحين امتصاص الشعر، تتأكد وتتأكدين انه الشعر امتص الزيت تماما. بعد كده تغسلين بنوع جيد. طبعا لازم تستخدمون النوع اللي يناسب شعرك، مثلا اذا شعرك جاف تستخدمين الشعر الشامبو للشعر الجاف، متقصف للشعر المتقصف، زي كذا يعني. طبعا 3 مرات قلنا في الاسبوع الاول، 2 مرات في الاسبوع الثاني، ومرة تستمرين عليها وراح تشوفوا ان شاء الله نتيجة جدا رائعة. STC 84 4 7 7 0 0، موبايل 640 660، زين 7 4 6 2 6 2. عمر، بالنسبة انك انت جالس تخفف وكل شيء خف عندك يعني الا الصدر، ممكن يكون في تجمع مويه او تجمع دهون في الصدر، فليش ما تلعب تمارين خاصة بالصدر بحيث انه ينشد الصدر عندك، او ممكن تلعب تمارين ضغط في الصدر عندك، للصدر عندك في البيت. برضو ترى من الاشياء الرائعة اللي تلعب تمرين ضغط للصدر، هذا جدا رائعة. يعني مثلا تلعب 30 ضغطة بعدين توقف دقيقة، بعدين تلعب 30 ضغطة توقف دقيقة، بعدين تلعب 30 ضغطة، يعني كافية 90 مرة في اليوم، هذا جدا رائع راح تجيب لك نتيجة. او انك تلعب مثلا التمارين، تجيب مثلا اوزان خفيفة مثلا الدنابل او زي كذا وتلعب للصدر، هذا برضو يخلي شكلها جدا حلو ويشدها، وراح تشوف النتيجة ان شاء الله يا عمر السحيباني. الام ليم ام ام نواف، كريم الجلسرين، مش الجلسريد، ما في كريم اسمه جلسريد، يا الجلسرين يا الجلسوليد، ما في كريم اسمه جلسريد، الجلسرين او الجلسوليد. طبعا تخلطينه مع الليمون قلنا، يعني جيبين علبه الوسط من الجلسرين وعلبه صغيره من الفيكس وعصير ليمونه واحده، وتخلطينهم مع بعض تحطينهم في علبه، هاي تدهنينها وقت النوم، وقت النوم تدهنينها على الجسم وعلى الرقبة وعلى اليدين، هذا يساعدك على التفتيح. مرة واحدة يوميا تستخدمينها، مرة واحدة يوميا لما تشوفين النتائج وترضيك، بعدين خلاص وقفيها. لا اذا انتهيت يا اسماء، يعني انت اذا استخدمتي كريم الريتن اي، طبعا معروف كريم الريتن اي انه يشيل حب الشباب ويصفي، طبعا تستخدمينه كدهان في الليل، الريتن اي هذا موجود في الصيدليات يعني معروف، يعني الريتن اي هذا اذا كان عندك مثلا حب الشباب، حب الشباب هذا يشيله الريتن اي، يعني مثلا تدهنين البشره كامله في الليل وتنامين الوجه يعني وتنامين، تقومين الصباح تغسلينه عادي بالمويه، يعني ما لا تستخدمين لا صابون ولا شيء، تغسلينه عادي مثلا بالمويه، بعد كذا اليوم الثاني تحطينه، اليوم الثالث تحطينه، لما تحسين ترى بحراره ببشرتك، يعني لانه هو يعني من الاشياء حقت حراره واحمرار في الوجه، هذا عادي. لا خلصت اليوم الثالث، اليوم الثالث تحسين بشرتك ناعمه، تلمسين بشرتك صافيه جدا جدا جدا، اليوم الثالث لا خلصت من اليوم الثالث، يعني حطيتي اليوم الثالث وصحيت الصباح، لمسي بشرتك تحسين بشرتك ناعمه، حتى ممكن اليوم الثاني تلاحظين بشرتك ناعمه. بعد كذا انا من رايي الاحمرار والاشياء هذه، في كريم اسمه كريم الحساسيه، كريم حساسيه، هذا تحطينه بس يوم اساس انه يهدي الاحمرار اللي في وجهك، يسحب يمص الاحمرار اللي في وجهك، بعد كده تدهنينه بكريم الجلوسوليد. انت من ثاني يوم من ثالث يوم اصلا قبل ما تستخدمين كريم الحساسيه راح تشوفين النتيجه، تحسين بشرتك صافيه كانها بشره اطفال، شوفي النتيجه بس يعني جدا رائعه.
شوف طبعا العائله فيها صرع، انت جاوبت قبل ما اقولك، معناه انه عندك صرع وراثي لازم تلحق نفسك. طبعا في كورس عند العيادات الجلديه الخاصه مثلا او اي عياده جلديه اسمها الميزوثيرابي. الميزوثيرابي هاي تاخذ ابر في الراس، هذا لعلاج الصلع الوراثي، هذا لعلاج الصلع الوراثي. طبعا هو يخره مثلا 5 سنوات او يخره، لكن ما يقضي على الصلع الوراثي، مجرد تاخير بس. تاخر الحين احسن لك. في برضو بخاخ يحتوي على ماده المينوكسوديل في الصيدليه، بخاخ يحتوي على ماده المينوكسوديل، هذه الماده هي الزبده فيها. طبعا في اسماء منتجات كثيره بس الزبده في الماده هذه 5% للرجال و2% للنساء. 10 بخاخات في النهار و10 بخاخات في الليل، تستمر عليها طول عمرك، لانه يبدا مفعول البخاخ هذا من 4 شهور، من يعني بعد 4 شهور، خلال 4 شهور يبدا مفعوله. اذا تركته راح يرجع يتساقط ترى مره ثانيه، فلازم تستمر عليه طول عمرك. السلام عليكم، مساء الخير اخوي وليد. اول مبروك فوز الاهلي عقبال البطوله. والله شوف هذا الفوز، فوز الاهلي هذا للسعوديه كلها، لانه بكاس بطوله اسيا يعني. والله يبارك فيك عموما يعني، يبارك كل الاهلاويين يعني، يبارك حتى كل الشبابيين يعني اللي فازوا، وهارد لك الهلال وللاتفاق يعني. قلنا الصلاة طيب اللي كاتب بس لازم تكتب اسمك بليز يعني، لازم تكتب اسمك اساس اني اقول اسمك وتعرف اني انا جاوب عليك يعني. طيب STC 8477 موبايلي 640-660 زين 746-262. طيب السواد اللي تحت العين يا غادة لازم تعرفين السبب. إذا أنت تقولين أنا نومي منتظم ولا عندي أرق ولا عندي شيء، ممكن يكون بسبب التهاب الجيوب الأنفية، ممكن يكون عندك مثلا يعني كذا سبب، ممكن فقر الدم أو ذا ممكن يسبب سواد، فلازم تعرفين ايش المرض اللي خلاه يسوي عندك كذا يعني. اذا انت تقول انا نومي منتظم ولا عندي ارق ولا عندي شيء وصدمت كريمات كثيره وما ادري ايش وزي كذا، لازم تروحين تسوين تحليل. سوي تحليل في المستشفى، شوفي ممكن يكون ترى التهاب الجيوب الانفيه ممكن يسبب سواد تحت العين، ممكن يكون عندك فقر دم يسبب سواد تحت العين، فلازم تسوين تحليل عشان تعرفين ايش السبب اللي ادى الى ظهور سواد تحت عينك. لكن اذا هو بس من الارق والتعب، اكيد الكريمات او حتى البطاطس، شرائح البطاطس بتوخر. نطلع فاصل وبعدها نرجع نواصل. وجهتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا مرحبا، رجعناكم مرة ثانية مكملين ساعتنا الأولى والخاصة بالخطوات الطبيعية وعلاج الأمراض بالأعشاب، معي أنا يعني وليد الخضير. مو لازم أقول ترى الدكتور وليد الخضير، أول شيء أنا ما أحب يعني في ناس يقول لك دكتور ما دكتور، ترى يعني أنا للمعلومية ترى أنا خريج يعني طبيب طوارئ للمعلومية. في ناس قالوا إنه لا مش دكتور، ترى في معنى ترى أنا متخرج من طبيب طب طوارئ، طبيب طوارئ عموما، برضو عندي كذا دورة في طب الأعشاب ايضا. ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي طالع على مصر باذن الله سبحانه وتعالى، راح اخذ دوره 3 ايام في مصر. يعني في ناس كثير صغار تتكلم حتى توها ما تخرجت من الطب يعني تكلمت فيني. فعموما انا ما احب ارد على احد بامانه، انا عندي مثل في القصمنجي يقول لك المصران الحقران يقطع المصران يعني. فكل من يسال عن وليد الخضير ترى انا يعني للمعلوميه اللي ما يعرف وليد الخضير، في عام 1424 انا تخرجت، حصلت على دبلوم تمريض، هذا في البدايه دبلوم تمريض، واشتغلت في جامعه في مستشفى الملك سعود سنه، بعدين تزوجت وبعدها تركت، بعدين اشتغلت في مصنع اكبر مصنع الادويه في القصيم الدوائيه، بعدها درست الانترميديات في طب الطوارئ، بعدها البراميديك، بعدها كملت يعني لو تجمع الاشياء اللي درستها اكثر من اللي توهم ما تخرجوا من الطب يعني. فيعني لا تتكلم في واحد متخرج قبلك ويعني ودكتور قبلك وزي كذا وانت توك ما تخرج، هذا انت تتكلم وانت توك ما تخرجت، توك تدرس في الطب يعني. فلا تتكلم يعني مو لازم اكتب الدكتور وليد، ترى مش لازم اكتب الدكتور وليد. وبعدين المراجع ترى اللي انت تتكلم عن الخلطات الطبيعيه والاشياء يعني، انا في دكاتره في الطب البديل انا عشرتهم يعني، زي امجد هزاع انا رحت لمصر
وجلست معاه وشفت المعامل حقاته وكيف يطلعون سم النحل وكيف وكيف وكيف. ترى مراجع ترى ما جيبها من راسي يعني, في دكاترة كثيرة, في أمجد هزاع, في سيد قطب, في عبد الباسط السيد, في عادل عبد العال, كل هذولا سبقونا بأشياء كثيرة. أصلا غلط إن نقول هذا طب بديل, هذا طب أساسي. هذا في ناس يسمون لك الطب الأعشاب, هذا خرافة. من وين عايش أنت؟ ابن سينا أول من طلع قبل, هذا يسمى الطب الأساسي ترى المفروض, مش الطب البديل. يعني لازم إذا أنت ما إذا أنت مو حاب الشيء لا تفتي بشيء ثاني. هذا الطب الأعشاب هذا علم واسع. إحنا الحين إحنا بدينا نتجه للطب الكيميكال, هذا عكس برا بدي يتجهون للطب الطبيعي, فإحنا عكس نمشي. فلا تفتي بشيء أنت ما يعني الأشياء اللي أنا أجيبها ترى مو من راسي, من ناس عباقرة. عبد الباسط السيد هذا استاذ دكتور, هذا يعني فعلا في اشياء كثيره تجهلونها انتم. يعني تفكر انه انا بس اقول الواحد خلطه هذه الشيء ولا اعرف المضار حقاته. ترى انا اجلس اقرا في اليوم يمكن اكثر يعني اكثر من اجلس مع اهلي. يعني عندي كتب وعندي مراجع اشياء كثيره جدا. يعني فلا يجيك تتكلم عن شخص انت ما تعرفه, ولا يجيك واحد يقول لك هذا مراسل رياضه. شوف المراسل الرياضي, انا فعلا كنت مراسل رياضي, بس المراسل يعني طيب المراسل الميداني يعني هذه هواية, فرق بين الهواية وفرق بين الدراسة. يعني أوكي المراسل أنا أحب الرياضة فعشان كذا اشتغلت مراسل, ولكن هذا الطب هذه مهنة ثانية. يعني هذه دراستي فيها وقضيت فيها في الأعشاب أكثر من سنتين, في الأعشاب أكثر من سنتين. عموما أسكر الموضوع هذا عشان ما راح أفتحها مرة ثانية أبدا, خلاص يعني الصورة وصلت. يعني STC 84770 موبايل 640 660 0746 2. نرجع نكمل رسائلكم. يلا خلاص اللبيب بالإشارة يفهموا, خلاص ما عاد افتح الموضوع ده مرة ثانية أبدا. نروح نكمل. يلا هنا يقول لك رغد, بالنسبة للتسمين إذا أنت تكلمين عن تسمين معاني من الأشياء ذكرتها في التسمين. أوكي إذا أنت ما تعاني من الأمراض ولا شيء في التسمين أنا بأخذ على كلامك, أنت قلتي معاني من أي مرض. أوكي إذا أنت ما تعاني من أي مرض من الأمراض اللي أنا قلتها سهلك تسمين. أول شيء ممكن تأكلين طبعا تشربين حلبة عريق, إذا أنت تحبين الحلبة. الحلبة عريق هذه تسمن وتفتح الشهية, هذه معروفة تسمن وتفتح الشهية الحلبة على الريق, هذا أول شيء. ثاني شيء ممكن تجيبين في الليل علبة حلاوة طحينية كبيرة بالمكسرات, يعني كبيرة العلبة حلاوة طحينية من السوبر ماركت, تأكلينها قبل النوم مباشرة, وايضا تجيبين معها كاس ونص من المكسرات غير المكسرات اللي في الحلاوه الطحنيه. كاس ونص من المكسرات عباره عن جوز ولوز وكاجو, عباره عن جوز ولوز وكاجو. مره ثانيه يا احمد ايش بسوي؟ احمد بصبغ شعري اصفر عشان اصير لبناني عشان الناس تصدقني. المهم كاس ونص من المكسرات عباره عن جوز ولوز وكاجو. ايضا تشربين معاها كاس حليب او لبن في الليل, هذا من الاشياء اللي تسمن لو استمرتي عليها. ايضا انك تفطرين على التين, شفت التين المجفف, تفطرين على التين واليانسون, التين المجفف واليانسون 40 يوم, هذا يسمنك تسمين عظيم جدا. ايضا عندك لو تجيبين مثلا ملعقه مليانه من الحلبه تخلطينها مع العسل وتاكلينها, هذا من الاشياء اللي تسمن برضو. تستمرين على الاشياء هذه, طبعا حاولي تاكلين مثلا نسبه الاكل اللي فيه كربوهيدرات عالي مثلا الرز المكرونه, هذه برضو من الاشياء اللي تساعد على التسمين. بس انا ما قلت لك من الاشياء اللي تحتوي على كربوهيدرات وزي كذا, بحيث انه ايش الكربوهيدرات تتحول الى دهون وزي كذا. بس انت استمري على الخطه اللي قلتها هذه, وان شاء الله يعني تقريبا 5 كيلو 4 كيلو في الشهر تسمنك. طيب مساء الخير اخوي, ممكن تعطيني خير لتغيير لون الشفايف؟ شوفي امل, العسل من افضل الاشياء للشفايف. العسل ممكن تجيبين ملعقه صغيره من العسل وملعقه ثانيه من شمع عسل النحل, تخلطينه مع بعض بحيث انه يذوب شمع العسل مع العسل, وتبدين تدهنين فيه الشفايف قبل ما تنامين يوميا, تدهنين فيه الشفايف يوميا قبل ما تنامين, هذا راح يجمل لك لون الشفايف يحليها. اذا تبين تقشرين شفايك الفازلين, الفازلين من الاشياء اللي تقشر الشفايف. مازن انا طولي وزني 104 وزني 105 طولي 185 وزني 104, وش رايك؟ طبعا وزنك كثير, وش رايك يعني ما يبي لها راي ذي, وزنك كثير يا مازن. طبعا طولك 185 ووزنك 104, يعني عندك تقريبا اخوي مازن 19 كيلو زيادة, تقريبا 19 كيلو زيادة. فلازم تمشي, أي رجيم من غير مشي ما ينفع, أي رجيم من غير مشي ما ينفع, لازم تمشي في البداية ما يقل عن ساعة. إذا أنت تتعب يا مازن, طبعا إذا أنت ما كنت مارست رياضة المشي وتتعب أوكي, يعني امشي في البداية مثلا 20 دقيقة
بعد يومين ثلاثة زود 30 دقيقة، بعد يومين ثلاثة زود 40، توصل لما توصل ساعة. لأنه قلنا أنه الجسم خلال نص ساعة في المشي يحرق السكر، من 45 دقيقة وفوق هذا يحرق الدهون، من 45 دقيقة وفوق هذا يحرق الدهون. بالنسبة قلنا غير رياضة المشي طبعا توقف على الأكلات اللي فيها كربوهيدرات عالية اللي فيها دهون عالي. مثلا الصباح تأكل مثلا بياض، بيض، بيضتين من بياض البيض الصباح مع مثلا الجبنة القريش، قطعة من الجبنة القريش هذه المصرية الخالية الدسم. الغداء مثلا تاكل قطعة واحدة من صدر الدجاج منزوع الجلد والعظم، يا مسلوق يا مشوي بدون زيت، يا مسلوق يا مشوي بدون زيت. وبالليل مثلا ممكن تاكل يا صحن زبادي، يعني علبة زبادي خالي الدسم، أو صحن سلطة. السلطة قلنا عبارة عن جرجير، خس، بقدونس، سماق ملفوف. الغداء اللي قلنا قطعة من صدر الدجاج ممكن تغيره مرة كذا، مرة علبة تونة صغيرة بالموية والملح، مش بالزيت، لا بالموية والملح، مرة كذا مرة كذا يعني، وتستمر مع المشي. طبعا بين الوجبات إذا حسيت بالجوع ممكن تاكل تفاح أخضر، ممكن تاكل أناناس طبيعي، ممكن تاكل كيوي، ممكن تاكل كوميثرا. هذه كل الأشياء تساعد على حرق الدهون، يعني جدا رائعة بين الوجبات إذا حسيت بالجوع، عشان هذه تعتبر من التسالي. في ناس يقولك لا تسلب فشار وزي كذا، لا، إذا أنت ماسك دايت تسلب بالفواكه هذه الطبيعية، وإن شاء الله راح تجيب نتيجة مع المشي، راح تنقص وراح تشوف إن شاء الله. طيب ذكركم بس اس سي 84770 موبايل 640 660 زين 746 262. نايف، بالنسبه خلطه الحسد والعين هذه من الشيخ، راح اعيدها مره ثانيه، هذه وصفه من الشيخ جزاه الله خير، يعني هذه خاصه بالعين والحسد. تجيب 250 مللتر من زيت الزيتون، تجيب نصف فنجان من حبه البركه ونصف المطحونه ونصف فنجان من الحلتيه الطازجه، تخلطهم كلهم مع بعض، تحطهم في علبه زجاجيه لمده 4 أيام ما حد يلمسها، تخضها ما بين فتره وفتره على اساس انها تتماسك الخليط مع بعض. بعد كذا تبدا تستخدمها بعد رابع يوم، يعني خامس يوم تستخدمها كدهان من بدايه الصدر لين منطقه العانه ومن الظهر كله لين حد العصص، وراح تشوف النتيجه. بالنسبه للتنعيم قلنا الزيوت، لو انت متابعنا يا نايف قلنا الزيوت اللي تنعم الشعر والزيت اللي قلناه فيه تنعيم للشعر ممكن تستخدمه. فهد، بالنسبة للنحافة بالوجه، طيب استخدمي خميرة البيرة، خميرة البيرة تجيبينها من عند العطارين، خميرة البيرة وتخلطينها، تحطين معها موية حارة وتخلطينها مع الحلبة المطحونة، تخلطينهم مع بعض تحطينهم على الوجه، تتجنبين الأنف، لأن لو الحلبة وذا جت مع الأنف راح تسمي الأنف، تتجنبين الأنف، تحطين بس على الوجه وتبعدين على الأنف ومنطقة العين. تستخدمينها من ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خمس يوم، راح تشوفين الفرق. توقفين إذا وصلتي وصل وجهك للشيء اللي تطلبينه، بعد كذا توقفين. بالنسبة اللي عندك زيادة في الأفخاذ والبطن، سالم شوف عندك الدراجة الثابتة، الدراجة الثابتة هذه تنحف لك أسفل البطن والأفخاذ والأرداف، تلعب عليها نص ساعة يوميا كفيلة تنحف لك الأشياء هذه. فاصل ونرجع نواصل. يا هلا والله وغلا مرحبا، جيناكم مرة ثانية مكملين الجزء الأخير من الساعة الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج الأمراض بالأعشاب، معي أنا أخوكم وليد الخضير على اس تي سي 84770 موبايل 640 660 زين 746 262. نرجع نكمل رسائلكم، يلا. شوف ابو تركي، بالنسبه لتقول الزيوت، يعني اذا انت بتخلط اخلط زيت السمسم مع زيت جوز الهند الطبيعي، هذا للشعر يوقف التساقط، يشيل القشره، ينعم الشعر، شعر التالف. زيت جوز الهند الطبيعي مع زيت السمسم بس بكميه متساويه على حسب طبعا طول الشعر، انا ما اعرف طول الشعر والكثافه اللي عندك، لكن مثلا اضرب لك مثال، اذا حطيت مثلا نصف فنجان من زيت السمسم حط نصف فنجان من زيت جوز الهند، زي كذا، اهم شيء ان تكون الكميه متساويه. يقول أبغاك تقول اسمي بس. طيب عبد الله حمدان الزهراني، عبد الله حمدان الزهراني، ذكرتني كأنه اللي يجون للزواجات ينادي باسمه عشان يطلع عبد الله، سلامات.
خلطة إزالة الوجه. أنا فاطمة. فاطمة شوفي شعر الوجه خلط شعر الوجه فاطمة أو شعر الجسم عموما طبعا تشرينه بالطريقة العادية اللي أنت تستخدمينها، بعدين تجيبين كريم نبتة السعد. كريم طبعا معروف إنه في هذه نبتة السعد تجيكي بنية قطعة زي البنية زي كذا تكسرينها، بس الحين كويس إنهم طلعوا كريم جاهز نبتة السعد. الطريقة إنك أول ما تشرين شعر وجهك يا فاطمة على طول تحطين تملينه. طبعا الواحد إذا شال شعره تكون المسامات حقات الوجه مفتوحة، فأنت تاخذين كريم حق نبتة السعد وتحطينه على وجهك تكون المسامات مفتوحة فتشرب الكريم. استخدمين الكريم هذا بعد ما تشين وجهك مباشرة تحطينه، بعدين بكرة تحطينه، بعد بكرة 5 أيام متتالية تحطينه على وجهك. الشهر الجاي تشين الشعر تكررينه 5 أيام متتالية، ما بين فترة وفترة راح تضعف في البويسات حق الشعر ويقل ظهور الشعر لما يختفي تدريجيا، بس يحتاج لها وقت يا فاطمة، يحتاج لها وقت. أحمد من أبها أنا اللي عندي صلع غير وراثي. طيب بس كيف صلع غير وراثي يا أحمد؟ عندك تساقط أو صلع، فرق يا تساقط يا صلع. الصلع دائما يكون الصلع وراثي إذا كان عندك صلع كبير يعني، أو ممكن يكون عندك مثلا يعني ممكن يكون عندك قطع صغيرة ممكن تحسبها ثعلبة تكون صلع. لا أنت حدد لي الصلع، لازم يكون صلع وراثي. كان عندك صلع شعرك باين خلاص هذا صلع وراثي يعني. إذا عندك تساقط قل لي عندي تساقط ما وصل يعني، وضح بس يا أحمد عشان أجاوبك. إن شاء الله راح نقول يا فوزية على طريقة استلام الجائزة من جزيرة الكنز إن شاء الله خلال يومين، راح أقول لك أوضح لكم كيف تستلمون الجائزة يا فوزية. على يدك العافية يا أم أحمد. شكرا يا أم أحمد. بعدين والله مو كاملة رسالتك. أوكي إذا قصتك عن النمش نفس الطريقة اللي ذا اللي هو قلنا الليمون، نفس طريقة علاج الكلف برضو علاج النمش. الليمون جيبي تقطعين نصين وترشين عليها شوي ملح وتدعكين المكان اللي فيه النمش أو الكلف، بعد كده تدهنينه بزيت اللوز حتى تستمري العملية هذه يوميا لما تشوفين نتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم، أنا أبي خلطة للتنحيف عمره علما أن طول 148 الوزن 50، ولا أكل مقليات ولا أكل أي وجبة رئيسية، أكلي خفيف جدا وأشرب الزنجبيل. بعدين مو كامل رسالتك. شوفي غلط جدا أو شوف أنا ما أدري مين يعني، بس أنه غلط جدا اللي يقول أنا ما أكل. لازم تأكلين، لازم تأكلين حتى 3 وجبات، بس أنه ما تكون يعني لازم تأكلين فطور، لازم تفطرين وتتغدين وتتعشين، بس يكون أكلك يعني مثلا قلنا الصباح مثلا بياض بيض، البياض البيض ما فيه سعرات حرارية، فيه بروتين، بروتين عالي يغذيك يعني أحسن. حتى ممكن الظهر تأكلين قطعة حتى من صدر الدجاج المنزوعة الجلد والعظم، ممكن تأكلين تونة بالموية والملح. يعني لازم تأكلين في الليل، تأكلين سلطة، تأكلين زبادي، وامشي امشي ساعة، امشي ساعة باليوم راح تنحفين. بعدين انت ما عندك يعني 50-48 ما عندك 2 كيلو زيادة بس، فسهلة جدا يعني، فما يحتاج كل العذاب هذا كله. اوكي المقليات هذه بعدي عنها تماما، بس الوجبات الرئيسية افطري وتغدي وتعشي، بس امشي ولو يكون فطورك خفيف يعني ما يكون فيه دهون يعني. طبعا اشكر الناس، في ناس كثيره جالسه تتكلم وتشكر تقول مالك دخل باحد وزي كذا وانت. طيب انا اشكرك كلكم على عيني وعلى راسي يعني، ما عادي يعني والله عادي يعني. ما دام انا مقتنع بنفسي وبالاشياء اللي عندي وشهادات اللي انا اخذتها عادي ما يهمني. طيب نكمل. ضغط الدم لازم تقول يا عمر، ضغط الدم يعني فرق بين ضغط الدم المرتفع طيب نادى شوفي بالنسبة لفقر الدم يعني الأشياء الأعشاب اللي تعالج فقر الدم يعني ممكن تاكلين ربع كيلو من الفراولة يوميا، ربع كيلو من الفراولة يوميا. ممكن تاكلين تجيبين علب ملعقة كبيرة من مطحون الحلبة تخلطينها مع العسل وتاكلينها متى؟ قبل الوجبات بربع ساعة، قبل الفطور بربع ساعة، قبل الغداء بربع ساعة، وقبل العشاء بربع ساعة. ممكن تشربين بعد الوجبات عصير ليمون، بعد الفطور تشربين عصير ليمون، وبعد الغداء عصير ليمون، وبعد العشاء عصير ليمون. ممكن
طبعا مع الاشياء هذه ممكن تاكلين حزمه كامله من الجرجير يوميا. هذه الاشياء ممكن تاخذين مجموعه فيتامينات من الصيدليه، مع الاشياء هذه كلها راح باذن الله يعني يعالج لك فقر الدم. بالنسبه ل عندك زياده في الوزن يا ابو نواف، يعني عندك تقريبا 13 كيلو زياده. طيب عموما مع الاشياء اللي قلناها قبل شوي، اهم شيء المشي، وتبعد عن الاكلات اللي فيها دهون، تبعد عن الوجبات السريعه والاشياء اللي صدقني راح تنحف، سهل الواحد ينحف والله. شيله واستخدم كريم نبتة السعد يا محمد، راح تلقى نتيجه في الشعر الكثيف اللي عندك. شيله وعلى طول استخدم معاه كريم نبتة السعد يوميا 5 ايام، بعدين شيله الشهر الجاي وزي كذا، وراح تلقى نتيجه جدا حلوه. والله يا حبايب ألف ألف في مدينة الحسة مبارك، نفس الدمام يا أحمد الحسة ولا غير تردد غير؟ والله أنا بس الدمام شوف 107.5 في الحسة، ما أدري يعني يتوقع زي إخوان صح؟ نفسه ممكن. علاوي حب الشباب قلنا أنه أفضل شيء والله كريم الريتين أي ذا، له يعني فوائد جدا حلوة. اللبطين ابو فهد ممكن تجيب، شفت عصير اللفت تشتريه من السوبر ماركت وتعصره وبعد الاستحمام مباشره تدهن منطقه الابط، هذا ياخر لك ظهور العرق الزايد، هذا ياخر لك ظهور العرق يعني. طيب اس تي سي 8477700 موبايل 640 660 زين 7462 62. خلونا الحين نتكلم عن الزيوت الطبيعيه فوائدها للجسم شوي سريعا. بس زيت حبة البركة طبعا نوعين يجي، زيت حبة البركة يجي مثلا الخضرة بدون تحميص أو السودة المحمصة، هذا زيت حبة البركة يجي نوعين ترى المعلومية، يجي الخضرة بدون تحميص أو السودة المحمصة. طبعا هو زيت حبة البركة يستخدم للصداع والشقيقة، هذه استخداماتها العلاجية في الطب البديل، أنا أتكلم عموما استخداماتها علاجيا في الطب البديل للصداع والشقيقة، اللي عنده تساقط في الشعر، أيضا اللي عنده التهاب في البروستاتا يدهن أسفل الظهر وأسفل الخصيتين دائريا، وأسفل الخصيتين دائريا، هذا بالنسبة لزيت حبة البركة عند اللي عنده التهاب في البروستاتا يدهن في أسفل الظهر وأسفل الخصيتين دائريا، هذا بالنسبة لزيت حبة البركة. هذه فوائد للصداع والشقيقة للالتهاب البروستاتا. أما اللي عنده مرض الربو التحسسي طبعا تدهم زيت حبة البركة على الصدر والجبهة، أيضا يستخدم للروماتيزم، يستخدم للنقرس، أيضا لحب الشباب والتهاب الكبد، طبعا مع العسل، مع العسل يستخدم. نروح لزيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو طبعا ينفع للبشرة الجافة والبشرة الدهنية، وطبعا ينعمها ويشيل السواد اللي فيها ويرطبها ويغذيها، وايضا لانواع حب الشباب، وايضا يستخدم اللي عندهم كلف، اللي عندهم نمش، عشان كذا انا اقول لكم بعد ما تخلصون من الليمون والملح عشان تعرفون انه بس كله كلام علمي مش بس كذا، بعد ما تخلص من الليمون وذا تدهن بزيت اللوز الحلو لانه ينفع في الكلف، ينفع في النمش، اللي عنده الزيوان ايضا اللي عنده يبي يكثر الشعر، زيت اللوز طبعا زيت اللوز المر هو اللي يكثف الشعر. زيت اللوز المر نروح طبعا فوائده للاكزيما، اللي عنده اكزيما، اللي عنده الحكه. زيت جوز الهند النرجيل، طبعا هو بين قوسين يسمونه زيت جوز الهند او يسمونه النرجيل، طبعا يستخدم للبواسير، ايضا يستخدم كمقوي للشعر. زيت الجرجير طبعا يزيد في الشعر، يكثره وينعمه ويقويه، مع الخل تخلطه مع الخل. زيت البندق طبعا يسود الشعر ويطوله وينعمه. زيت الجوز هذا يذهب اللي عندهم قمل في الراس، هذا يوخر القمل وينفع اللي عندهم الثعلبة، يعالج الثعلبة، هذا الزيت اسمه زيت الجوز. طبعا في زيوت كثيرة ان شاء الله بكرة راح نكملها. يعطيكم العافية كلكم، شكرا جزيلا لكم. راح نطلع فاصل موجز الأخبار، بعدها نبدأ فقرة منامات، اللي حاب يرسل حلمة راح يكون معنا بعد شوية الشيخ يوسف الحارثي.